وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا مجددا. محمود سليمان طالب محبوب جدا ويمتلك قدرات رائعة في الرسم. هذا الطفل يحلم بغد أفضل ويتمنى ألا يعدم هذا الواقع وهذا الحلم. فقد اختاره القدر ليكون طبعا يمثل حالة متلازمة داون، حيث ابتلاه الله في هذا المرض ولديه ثقب في القلب ولم يعالج في صغره، ما جعل حياته الصحية أسوأ. اليوم محمود مهدد بالموت وكل شيء بقدرة رب العالمين، لكن أي مجهود قد يؤدي لوفاته في أي لحظة، وذلك بناء على كلام الطبيب المختص بحالة محمود. محمود استنجد ببرنامج NBC في أسبوع الذي توجه إلى منزله لينقل رسالته إليكم، فهو يحتاج عملية زراعة قلب ورئة عاجلة لا يمكن إجراؤها داخل دولة الإمارات. لكن مشكلة أخرى لابد أن تصل للمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورين، وهي أن محمود بدون أي لا يحمل جواز سفر ولا وثيقة للسفر. إليكم رسالة محمود ووالده. تابع. كل شهر 3 مرات أو 4 يعني ندخل في المستشفى، فبينا فجأة يعني ضربات قلب، فهالت يعني يتغير اللون من عادي من بن أزرق وهذا شيء. بدي اسوي عملية. ما سمعت يا بابا، شتا شافبر وتوتوات نح تواشات نح بروح شو شافبر 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 تات تات بي نتمنى أن لا تكون النهاية قاتمة كما شاهدنا في هذه الشاشة. نتمنى أن يكتب الله الشفاء لمحمود بإذن الله، ونتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت بإذن الله. سعدنا. إذن مشاهدينا ومستمعينا، معنا في استوديو NBC في أسبوع السيد عبد الرحمن طهبوب
طبعا هو المسؤول الإعلامي لمركز راشد لرعاية الطفولة، أليس كذلك؟ نعم. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير. طبعا يكون البداية القصة التي رأيناها محمود، يعني هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. محمود التحق بمركز راشد في العام 2002، ويعني كسائر أطفال الذين يعني الأطفال متلازمة داون، طبيعة الذين يحملون متلازمة داون يعني دائما يولدون غالبا في الغالب العام بثقب في القلب وثقب في الرئة، بالإضافة إلى الإشكالات الأخرى مثل صعوبات النطق والتعلم، أو أن أعضاءهم تكون منممة، الأنف والعين صغيرة، يعني تكون البشرة خشنة والشعر ناعم، جميع هذه الصفات. ويعني بشكل حتى لا يعني لا نريد أن نغرق في الناحية العلمية، نريد أن نتوجه الناحية الإنسانية، لكن نريد أن نقرب الحالة للجمهور الكريم. يعني أن يعني متلازمة داون التي تعرف يعني علميا بتثلث الصبغيات رقم 21، الله سبحانه وتعالى خلق البشر ب 46 كروموزوم. صحيح. الكروموزوم رقم 21 يكون عند في حالة محمود هو كروموزوم مكرر. طيب. فلديه كروموزوم واحد، وبالتالي يتشارك مع كل أطفال متلازمة. هذه من ناحية طبية، لكن لو تحدثنا عن محمود نفسه، هو طالب عندكم في الآن، من الناحية الإنسانية والناحية الدينية والناحية محمود عندما نقلناه إلى المستشفى قبل 4 أيام، ناداني المشرف أخصائي التربية الخاصة في المركز الأستاذ محمد سلطان الذي اتضح بالصورة في سيارة الإسعاف، قال لي ضع يدك على قلب محمود، كان قلب محمود يخفق بشدة. نحن نعلم أن محمود بحاجة إلى زراعة قلب ورئة، وبالتالي هذه العملية ستكون مكلفة جدا، وستكون خارج البلاد وغالبا في أوروبا في ألمانيا، وأنه أيضا لا يحمل أوراق ثبوتية أو جواز سفر، يعني حتى لو توفر التمويل أيضا بحاجة إلى مبادرة يعني من أعلى مستوى لمنح محمود وثيقة سفر على الأقل للوصول إلى ألمانيا للعلاج والعودة إلى الإمارات بإذن الله تعالى. طبعا نقلناه إلى المستشفى بسيارة إسعاف، والمستشفى طبعا لم يدرك أن محمود مشكلته الآن هو بحاجة إلى زراعة القلب والرئة. تم إخراجه من المستشفى في اليوم الثاني، وتفضلته مشكورين بزيارته في بيته، ومطلوب الآن من محمود عدم بذل أي جهد، لأن محمود بالفعل يواجه يعني موتا إذا لم يتم علاجه، أو إذا محمود لم يستمع إلى يعني نصائح الأطباء وبذل أي مجهود نفقد محمود بلحظة. طيب سيد عبد الرحمن، يعني إذا تكلمنا عن الجانب الطبي، الجانب الطبي لعله يطول فيه الكلام، وهو عن الحاجة الطبية وعن العملية التي تتهدد الطفل محمود والتي يتوجب الإسراع في عملها، لكن الجانب الآخر وهو الجانب الذي طبعا قد يقل لدرجات كثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأس طبعا هرمها القادة المسؤولين في هذه الدولة الكريمة، لماذا لم يتم الإسراع وتغيير الوضع لمحمود وهو بدون؟ نعم، يعني تعلم أن يعني في النهاية نحن دائما في كل صلاة ندعو اللهم ارزق حكامنا بطانة صالحة، بالتأكيد هناك يعني ندعو الله سبحانه وتعالى، يعني وجود مشكلة محمود على بثها على الام بي سي، بالتأكيد نحن نثق بفضل الله سبحانه وتعالى بشيوخ الإمارات، شيوخ دبي، شيوخ أبوظبي، وشيوخ الخليج وأمراء الخليج والأثرياء ورجال الأعمال، لا يتأخرون ولا يتولون عن عمل الخير. لكن نحن يعني لم نوصل هذه المسألة، لم نخاطب الجهات الرسمية. عندما ساءت حالة محمود قررنا اللجوء إلى وسائل الإعلام لإيصال صوت محمود يعني إلى الشيوخ الكرام وإلى المسؤولين لتبني حالة محمود. نحن نثق بعد الله سبحانه وتعالى، لأني لن أخرج من هذا الاستوديو إلا ونتلقى اتصالا من الشيوخ الكرام ومن المسؤولين الكرام إن شاء الله لتبني حالة محمود. هذا ما نتمناه، لكن أود منك أن تحدثنا أيضا عن محمود كإنسان. يعني أنا قرأت عنه بأنه هو في التقرير الطبي أنه طالب مجتهد يرسم يتعلم الكمبيوتر، ويعني متعاون مع من حوله. حدثنا أكثر عن محمود هذا الطفل. يعني محمود متعدد الهوايات، يعني وانا ارى دمعه في عينك على فكره، ما بعرف الكاميرا يمكن ما عم تشوفها، لكن نحن نرى هذه الدمعه واقدر فيك انسانيتك اكيد. تفضل. يعني اقمنا معه علاقه انسانيه طيبه. يا شباب جيبوا ما يلا يخليك. يا عبد العزيز جيب ماي الله يخليك. عبد العزيز جيب ماي. اسال الله له الشفاء. يعني عندما تحصل في حاله
تفصل العمل الوظيفي مع يعني تختلط الحاله الوظيفيه مع الانسانيه. عندما يطلب مني محمود ان اضع يدي على قلبه لاتحسسه كانه يقول لي اشعر بحالتي، اشعر بمرضي، اريد مساعدتك. السيدة مريم عثمان على الفور مديرة المركز طلبت منا اتخاذ جميع الإجراءات ويعني حملة مكثفة من الإعلام ومن الاتصالات مع المسؤولين لإنقاذ محمود من الموت. محمود لديه مهارات في الرسم وفي الكمبيوتر. معظم الذين زاروا مركز راشد من نجوم الفن من نجوم الإعلام شاهدوا محمود وهو يرقص، وخاصة اليولا أو الرقصات التراثية. فمحمود لديه الكثير من المهارات ولديه الكثير من المواهب. نسأل الله. سائر مثل سائر الأطفال يريد أن يعيش ويريد أن يعني لديه أحلام ملونة. أتمنى أن يرسم له القدر الأجمل كما يرسم هو الأجمل دائما. أنا كل ما أقوله يعني أني يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أخرج من هذا الاستوديو تكون مشكلة محمود قد حلت، والله نتمنى هذا الشيء، يعني تم تأمين علاجه وسفره و يعني هذا حق لمحمود في أموال الناس، في أموال الأغنياء. الله سبحانه وتعالى يقول يعني وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا هو الوقت الذي محمود لا يريد مشاعر، لا يريد دموعي، يريد ما في جيوبنا، يريد تحرك انساني، يريد تحرك بشكل انساني. عام. انا اشكرك، يعني أشكر المشاعر، عبد الرحمن. المشاعر مهمه لكن المشاعر لوحدها لا تكفي، الدموع وحدها لا تكفي. نسأل لا اريد خلاص. لا اريد ان احد شكرا. يقول لي عورت قلبي. اريد بعد ان عورت قلبه ان يضرب يده على جيبه ويقدم لمحمود. سيد عبد الرحمن انا اشكرك. سيد عبد الرحمن طهبوب المستشار الاعلامي لمركز راشد لعلاج ورعايه الطفوله، انا اشكرك. ثقة تامة. بغض النظر ان شاء الله احنا عرضنا الموضوع او ان شاء الله سيكون هناك عرض لاحق ان شاء الله للموضوع لاي مستجد يستجد في هذه القصة. ثقة تامة باذن الله انه سيتم التواصل مع هذه الحالة وباذن الله فرج ربنا اكبر واكرم يا رب. امين. انا اشكرك. اشكركم على اشكر وجودك. شكرا لك. شكرا.